انت مش ملاحظ انك بتخش وتطلع هنا اكتر من هناك؟ هو في فرق يا واد؟ اه في فرق، وفرق كبير كمان. هناك هم اللي واكلين هنا مش العكس. طب ما هنا واكلين يبقى مفيش فرق، وهنا حاولوا تخلصوا منه، على الاقل هناك ما حاولوش لسه. انا جايز ان دفعت وتسرعت. جايز؟ اكيد اتسرعت وتهورت كمان. احنا مش مجرمين، ابوك كان راجل جدع بيحل خلافاته راجل لراجل، ما كانش يطعن ابدا حد في ظهره. طب انا عمري ما قلتها لحد، بس انا اسف وندمان. تعالى يا واد هنا، تعالى يا واد. هو انت مش مستحمل ضميرك يصحى يا واد؟ ها؟ يا عم انت هتبقى اغلس مني ولا ايه؟ هروح لميخا واسيبك. انا بقول لك اهو، يا ميخا. انت فاجئتني والله يا عم. وانا كمان اتفاجئت. طيب. انا كمان بعتذر لك اني دي اتمدت عليك، ما كانش صح. وبما ان حضرتك بقى حابب ان احنا نتكلم، انا عايز اعرفك اني مش مسؤول عن الاخطاء اللي حضرتك لقيتها في الشركه بتاعتي او في شركه مدحت. امال مين اللي عمل كده؟ واحد عنده اكسس قوي للحسابات بتاعت الشركه. مين؟ رؤوف رمضان. كده الكلام يحلو ونقعد ونتكلم. رؤوف ما يملاش عينه الا التراب، وراجل طماع، وحضرتك عارف الكلام ده. بس انا شاكك ان في حد تاني كبير وراه. عبد الله؟ جايز. أنا كده أخليت مسؤوليتي. أنت عارف يا عمرو، أنا عمري ما شتيت لحظة إنك واد جميل. أنت خامة جميلة يا عمرو، محتاجة بس تتصنفر. وده مدح ولا ذم؟ ده مدح ولا ذم؟ فكر وهتكتشف بنفسك. عمي. أنا أبويا كان بيحضني كل يوم على فكرة. كل يوم حضن. ماشي.